بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول دفعة من لحوم صكوك الأضاحي تصل اليوم إلى الفيوم السبت الموافق 24/7/2021، وكل عام وأنتم بخير. تم بحمد الله وصول الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، وكل عام وأنتم بخير. نستقبل مديرية أوقاف بني سويف اليوم السبت 24 يوليو لعام 2021 عدد 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي، وكل عام وأنتم بخير. وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية العربية الأولى اليوم السبت 24/7/2021 الموافق 14 من ذو الحجة 1442. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.